كاين اكتشاف ديال المشروع ديال نجوم الناديه اللي تيحمل الاسم ديال الاعلام في خدمه واحد الطاقه اللي يمكن لها تصنع لها مجموعه من الامور اللي من المشاكل اللي كان عنده وما كانش عندها امكانيات وفرات لنا المبادره الوطنيه التنميه البشريه هذه الامكانيات اللي خلاتنا اننا ندخلوا لسوق الشغل ونصبحوا حاملين مشاريع. وبهذه المناسبه تنشكروا كاع المبادره الوطنيه التنميه البشريه الشخص رئيس اللجنه الاقليميه عامل عماله سالة وتنشكروا كل من ساهم ودعم هذا المشروع وشكرا لكم. تنظن ان هذا المشروع اللي مشاركه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه انه يتعلق بشركه الضامونيه مديره الدخل نجوم ميديا اللي وراء الحامل للمشروع سينو شهيد الشباب الطامح اللي راه بصوا في الخصوص ديالو. تنظن هذه المبادرات شركة التضامنية المديرة للدخل هما من الأشياء المحببة بالنسبة للتنمية التنمية البشرية لأن ماشي الهدف ديالها هو الدعم أكثر منا هو الاستمرارية ديال واحد المشروع وأنه يصبح مدير الدخل ومنتج الثروة وفي نفس الوقت إيجاد مناصب شغل للناس آخرين مع حامل المشروع. هذه المبادرة تتعاون وتمشي في واحد النشاط كبير على مستوى جميع الشباب لأن هي محاولة كبيرة للتشغيل الذاتي ولتشغيل أفراد آخرين ولو بنسب صغيرة ولكن المهم هو هذه العملية تستمر وتنجح وكنظن السنة كله يمشي بها بعيد ويديروا في الميدان ديال الإعلام والتصوير والطبع كنظن هو الميدان واختار ما يناسب التخصص ديالو الأصل أنه خصو ينجح إن شاء الله ونتمنى له النجاح.